السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. دائما وكالعادة نبدأ بالعناوين. عكس الرابور مسلم، البنجي يختار مطعم الشيف التركي نصرت. أول تعليق لمريم باكوش على خبر طلاقها بسبب فيديو فاضح القبض على فاشينيستا شهيرة. فيفي عبدو وسعد عمرو يتضامنان مع سعد المجرد. هل يجتمع الحر والمعلم في عمل فني جديد؟ بالفيديو زوج نجاة عتابو ينفي طلاقهما. تامر حسني يرتدي ساعة تفوق قيمتها مليون دولار. عكس الرابور مسلم، البنج يختار مطعم الشيف التركي نصرت. على عكس زميله مسلم، اختار الرابور البنج ارتياد مطعم الشيف التركي نصرت الذي اشتهر بطريقته الاستعراضية في رش الملح. وحرص البنج على توثيق لحظة ارتياده لمطعم الشيف نصرت بإسطنبول، وذلك من خلال صورة جمعتهما مع بعض تقاسما مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. ويذكر أن الرابور البنج وديزيدروس ومسلم قد حلوا بتركيا الأسبوع الماضي، حيث أحيوا يوم السبت الماضي حفلا فنيا لفائدة الجالية المغربية والعربية المتواجدة هناك. ويشار أن أمل صقر وزوجها الرابور مسلم كان قد نشر يوم أمس صورة رفقة الشيف التركي الشهير بوراك، وهي الصورة التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت شكوك متابعي الممثلة أمل صقر الذين رجحوا فرضية حملها بسبب بطنها البارزة. أول تعليق لمريم باكوش على خبر طلاقها. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بخبر طلاق الممثلة المغربية مريم باكوش من زوجها رجل الأعمال توفيق التنوتي، بعدما أكد هذا الأخير الأمر. واختارت بطلة المسلسل الدرامي الناجح قضية العمر الصمت طيلة هذه المدة رغم انتشار خبر الطلاق بعد سنة واحدة من الزواج، لتنشر رسالة مبطنة اعتبرها البعض تأكيدا من طرفها. ونشرت باكوش صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، أرفقتها بتدوينة مطلة جاء فيها: أنت تستحق أن ينظر إليك أحدهم، وكأنك كل انتصاراته، فلا تقبل بأقل مما تستحق مهما كلفك ذلك من تعب وعناء وشدة. وتابعت: فإما أن يكون لك كل شيء وكما ينبغي ويناسب مقاسك، أو أنت لست بحاجة لإنصاف الأشياء. وتأكد: كل ما تتركه سيعود إليك يوما بصفة أخرى أجمل، فقط امضي في طريقك وكن صافي القلب مرتاح الضمير وصادق أمام نفسك قبل الآخرين، أنت وحدك من تعلم حقيقة الأشياء ولا أحد مكانك. واختتمت باكوش تدوينتها قائلة: لا تحتاج أبدا أن تبرر أو تمثل لإرضاء أحد، فاصبر على ما يقولون ويؤولون، دعهم يظلمون، وتذكر كلنا في هذا العالم عابر سبيل وشتانا بين عبور وعبور. بسبب فيديو فاضح القبض على فاشينيستا شهيرة. أثار مقطع فيديو ظهرت فيه فاشينيستا كويتية بطريقة مخلة بالآداب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت الفاشينيستا وهي تقوم بدهن جسدها بالزيت أمام المرآة للفت الأنظار إليها باستعراضها لمفاتنها. وبعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الداخلية الكويتية في بيان أنها ضبطت الفتاة بعد ظهورها في مقطع الفيديو، مضيفة أنه ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في مكافحة الجرائم الإلكترونية وضبط كل ما يخل بالآداب العامة، تمكنت من خلال متابعتها ورصدها لجميع ما ينشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من ضبط فتاة نشرت على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مخل بالآداب العامة. وأشارت الداخلية في بيانه أنه بعد رصد الفيديو وبإجراء البحث والتحري تم التعرف عليها وتم استدعاؤها ومواجهتها بالواقع.
تابعت. أفادت الفتاة بأنها صاحبة الحساب وأقرت أنها التي تظهر بالمقطع، وتم إحالتها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. فيفي عبدو وسعد وعمرو يتضامنان مع سعد المجرد. التحق كل من الفنان عمرو وسعد والفنانة فيفي عبدو بركب عدد من النجوم المصريين الداعمين للفنان المغربي سعد المجرد بعد إلغاء حفله بمصر على خلفية اتهامه بقضايا تتعلق بالاغتصاب. وشاركت فيفي عبدو عبر صفحتها على الانستغرام مقطع فيديو وهي ترقص على أغنية المجرد عد الكلام، وكتبت معلقة: مساء النور على البنور، تحية مني لشعب المغرب، دي أغنية عد الكلام لسعد المجرد. من جانبه عبر عمرو وسعد عن دعمه للمجرد بتعليق لدى الأخيرة على صورة نشر عبر الإنستغرام وقال فيها: أخوي الحبيب والغالي، أنا أحب فنك، أنا مصرية. وسبق وأن أثير مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بالتزامن مع أخبار الحفل القادم للفنان المغربي سعد المجرد لأول مرة بمصر ضمن إحدى فعاليات مجموعة كايروشو. وبمجرد إعلان الخبر أصبح سعد المجرد في مقدمة محركات البحث في جوجل، ووجه كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة لمستضيفي ومنفذي الحفل، مطالبين بمنع المجرد من إقامة أي حفل في مصر على خلفية اتهامه في 3 قضايا اغتصاب وروايات باعتداءات جنسية محتملة. هل يجتمع الحر والمعلم في عمل فني جديد؟ شاهد على التفاصيل. كشف مغني الراب المغربي الحر خلال أحد اللقاءات الصحفية أنه كان سعيد بلقاء سعد المجرد الذي وصفه بالإنسان الطيب والكريم. وأكد الحر أنه تشرف بمعرفة المعلم عن قرب، خاصة هذا الأخير، تحدث معه بعد إصداره الأغنية حسبية. وعما إذا كان الفنانان المغربيان سيجتمعان في مشروع فني، كشف الحر أنه يتمنى أن يتعاون مع سعد المجرد، وأضاف: أي فنان يتشرف بالتعامل مع المجرد، وأتمنى أن يكون هناك تعاون قريب بيننا. يذكر أن الفنان الحر قد أصدر مؤخرا كليب بعنوان حسبية، وحقق هذا العمل نجاحا كبيرا حيث بلغت نسبة مشاهدته على اليوتيوب أكثر من 55 مليون مشاهدة لحدود الساعة. بالفيديو زوج نجاة عتابو ينفي طلاقهما. تداولت بعض الصفحات على الإنستغرام مقطعا صوتيا لزوج الفنانة نجاة عتابو مراد حاديري، كشف من خلاله أنه ليس لديه أي علم بنشرها لخبر طلاقهما، وأنه لا يعلم شيئا عما ما تم تداوله. وأضاف المتحدث ذاته أنه لا يستطيع أن يتحدث عن طلاقه لأنه بالأساس لا يعلم شيئا عن الموضوع، وطلب بأن يتم الرجوع للنجاة في هذا الأمر لأنها هي المعنية بالموضوع كونها صاحبة التدوين. يذكر أن الفنانة نجاة عتابو قد أعلنت مساء يومه الأحد المنصرم 18 من أكتوبر الجارية عن خبر انفصالها عن زوجها مراد حاذري، ونشرت صورة عبر حسابها على الإنستغرام أعلنت من خلال عن طلاقها من زوجها الثاني، الأمر الذي شكل صدمة لجمهورها ومتابعيها. تجدر الإشارة إلى أن مراد حاذري هو الزوج الثاني لنجاة عتابو، وقد تعرفت عليه هذه الأخيرة بالصدفة بأحد فنادق مدينة باريس وقرر بعد ذلك الزواج. ودامت زيجة نجاة عتابو بمراد لأكثر من 10 سنوات، وكانت تجمعهما علاقة حب قوية، دائما ما كان يتحدثان عنها خلال لقاءاتهما الصحفية. تامر حسني يرتدي ساعة تفوق قيمتها $1,000,000. كشف الفنان المصري تامر حسني قبل أيام قليلة عن الملصق الدعائي لألبومه الجديد خليك فولاذي، والذي سيطرحه خلال الفترة المقبلة. ورغم أن إطلالة تامر حسني تقليدية، فإن تقارير إعلامية مصرية كشفت عن أحد التفاصيل الاستثنائية في ظهور المطرب، حيث ارتدى ساعة يد فاخرة تكلفتها مرتفعة للغاية. وبحسب موقع في الفن، فإن الساعة من العلامات التجارية السويسرية ريتشارد ميل
التي تأسست قبل نحو 18 عاما وهي من الطراز RN5601، وفي حين أن الشركة حديثة العهد نسبيا وليست بشهرة الأسماء التجارية القديمة، فإن هذا الطراز من ساعتها أطلق عام 2011 بعدد محدود للغاية لم يتجاوز 10 نسخ فقط. لكن أهم ما يتعلق بالساعة التي ظهر بها تامر حسني فهو السعر الذي يتجاوز 1.5 مليون يورو، نحو 27 مليون جنيه مصري، وفقا لموقع The Watch Coach لبيع وتداول الساعات الثمينة. وترجع قيمة الساعة المرتفعة ليس فقط إلى ندرتها، ولكن لكونها مصنعة بالكامل من الياقوت ويحيطها حزام من النانو يمنحها مظهرا شفافا. واستغرق تصنيع الواحدة منها 69 ساعة عمل متواصلة فقط لتصنيع ماكينتها، بالإضافة إلى 400 ساعة إضافية لاستكمال باقي أجزاء الساعة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموجز. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.